السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير متابعي الكرام. بعد المهرجان اللي سنبناه أبوه الزلفي، أول شيء المهرجان اللي عندنا، بعدين جاء مهرجان الزلفي، بعدين جينا المهرجان المجمعة. فأنا بنبدأ عند مزرعة المقيا، عندهم اسم لفت النظر عندي. وش قلت اسمه هذه؟ هذا حقي. هذا حقي. نوعين عندكم، تقول حقي والثاني حقاقي. طبعا جايبين الحقي منين؟ من الحقاق اللي يجون من مكة، من أول يسألون معكم حقاق ولا لا. فأبذوقه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله حمرة. هاي من إنتاج وين؟ بالعمار بسدير مزرعة انقيان. الله يوفقك، الله يوفقك، ما شاء الله تبارك الله. هذه الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي من المشاركين، نأخذ منهم عدة مرات رز ممتاز جدا، بس ما هو بهذا، هذا ما جربته، أخذت منه وبجربه اليوم. لفت نظري ما شاء الله تبارك الله حصان من عند زيد الطريقي، ما شاء الله تبارك الله، من تمر الزلفي. وطبعا موجودة عندكم الجمعية، ما شاء الله، حتى ما شاء الله تبارك الله. في شيء متنوز منه توريني اياه، ما شاء الله. فرصه اللي يبي ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. وعندنا طال عمرك كاس، ما شاء الله. عندنا السالمية. افتح بذوقها. ابشر بسعدك. ابشر بسعدك، هلا وغلا، يا مرحبا، يا هلا باللي زرع على الارض كله. هلا والله، يا هلا والله ومرحبا، اللي اشتل المشات، يا هلا والله براعي البريات، يا هلا والله ومرحبا شيخنا من قدم، تستاهل والله العظيم. يا هلا، يا هلا وغلا، يا ما شاء الله تبارك الله. يلا الجمعيه التعاونيه لنا حاليا بالزلفي، ولكن الموقع بالمجمعة. طبعا مهرجان التمور والعسل بالمجمعة، ما شاء الله تبارك. متى تأسست الجمعية؟ الجمعية لها 8 سنوات. لها 8 سنوات، ما شاء الله تبارك الله. وجمعيتنا طال عمرك التعاونية، لأن حاليا جمعية لها رؤية التميز بمنتجات النحل والأصول بهاي العالمية، ما شاء الله. الرسالة الارتقاء بالصناعة وتيسير السبل للنحالين والاستفادة من منتجات المتنوعة. احنا طال عمرك ولله الحمد وصلنا للعالمية، في عدد كبير من النحالين اخذوا جوائز دولية في مسابقات في لندن. طبعا هذول كلهم سنبنا عنهم يوم احنا بالزلفي قبل اسبوع، ونبي نمر على اللي نشوفها الحين ونسنب عنهم، ما يحتاج. موقع الزلفي طلع بين هلودية، نعم، وبين المناطق اللي بها العسال الشوكية المرغوبة، واللي ما شاء الله تبارك الله فاز به كثير من المناحل الزلفي. العسال الشوكية المرغوبة، واللي ما شاء الله تبارك الله فاز به كثير من المناحل الزلفي. ما شاء الله تبارك الله، هذا بعد مناحل شهد من المناحل المعروفة واللي مشاركين بالمهرجان. يا هلا والله وغلا، ما شاء الله تبارك الله. تبي تذوقنا من ذولي كلهن؟ اختر. لا اختر، لا انا بذوق منهن كلهن بالعافيه. وش ابو الداب؟ انا ببدا بهذا، بهالخلطه اللي معك. هذا ما يبي ذواقه. ها الله مسكر وراه، ما يبي ذواقه. طيب خذ وانت مغمض. اوف هذا خطر، خطر يعني. لا انا ابي الاثل. وينه؟ ما شاء الله، ما شاء الله. خلنا نذوق عسل الاثل. تعال انت خلينا نذوق. ايش طبيك انت النفس؟ ابد اللي يجي زين. الله يقويكم، الله يقويكم. من العسال المميزة عند مناحل الزنيدي حق روضة السبلة، خصوصا الأطفال يحبونه. ونجرب، ما شاء الله. أبو راشد، أنا شد انظري
حبوب اللقاح. نعم. بس للأسف تقول ما أبوه نفسه. والله خلص من الأمر. الأزرق ذي وش حبوب اللقاح الزرقاء؟ هذه الكحيلة. طبعاً تعرفون الكحيلة. زرعنا من هالسنة هذه الكحيلة الحالة زرعنا منها 25,000 شتلة طلبية للشركة. من النباتات اللي أتعبتنا جداً زراعته. يسمونه كحيلة يسمونه كحيل. وله عدة أسماء ترى تزهر تزهر بآخر الوقت تزهر. يعني إذا قضى الموسم تزهر، إذا قضى موسم الربيع تبدأ زهرته، ولكن بذوره مشكلتها تعبتها وشوبه ما تستوي البذور يعني إلا على درجات، يعني اليوم تلقى جزء مستوي تروح وترجع بكرة تلقى جزء وبعده تلقى جزء على هذه الطريقة، لكنه يعني كزراعة جميلة جدا. اللي هي الزرقة هي حقت الكحيلة. نعم كحيلة وحوذان هذا المميز فيهم، كحيلة وحوذان وحنوة. اللي هي الزرقة هي حقت الكحيلة. نعم كحيلة وحوذان هذا المميز فيهم، كحيلة وحوذان وحنوة. يا هلا ما شاء الله تبارك الله. مناحل الحقيل وبانمي. وين موقعكم؟ هلا. متنقل. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. منتجاتنا كلها من ديرة يا رب. ما شاء الله تبارك الله. وش اللي جمعتوه انتم عندكم من نجد من وسط نجد؟ ايه ما شاء الله تبارك. وش الشعبان اللي رحتوا له؟ عسل الطلح محميه الغاط. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك. السدر ونوب حطيته ما زال نحن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عسال الشوكي هذه اول سنه ننتجه. هذا من التنوب من الحنظل من الشري من القرضي. هذا طعمه مميز. هذا مفروز قبل 3 أسابيع. ما شاء الله. هذه شوكه الضب تشوفون الزرقه ذي هذه اسمه يسمونها شوكه الضب. نعم. وش غير شوكه الضب ذي والنقيع القرضي والقرضي القرضي اللي هو مشهور. نعم. معروف. نعم التنوم يغلب عليه التنوم. نعم نعم. نبته قالنا عنها منصور برا اسمها ام قبير العطنة موجوده معها. نعم. نعم. ما شاء الله. نعم. تبارك طعمه مميز حقيقه. ما شاء الله تبارك. اللي استفدنا صراحه المحميه استفادة كبيره. انتاج نفس الدير ما كان هذا الانتاج. ما شاء الله. هذه ميزه الحماء اللي جت الجديده. يعني انا اعلم سدر الفيار نبيع اول 500. نعم. نزل سعره 400 وبينزل اكثر. ليش؟ الانتاج كان توفر. المحميات احنا اول في محميات المحميه اول فيار شبه مو ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الحمد لله. هذه بعد الحماء والقضاء على الرعي الجائر والاحتطاب لبعض انواع الشوكيات اللي نستفيد منها للعسال ولله الحمد بدت تكثر عسالنا ووعي الناس تغير وبايدي ربعنا واهلنا شبابنا. ما شاء الله تبارك الله. هذا سنابهم وهذا المتجر الالكتروني حقهم وهذه ما شاء الله صورة ما شاء الله مشرفة مشرفة في محمية المحال في روضة السدير. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. زيارة الفضلي طبعا وزير الزراعة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا هلا يا هلا القلعة العسل البري يا مرحبا البقى. يا هلا والله مرحبا. أول شيء طال عمرك بعد توجيهاتك أنا أخذت من عندك سدر الله يقويك البر والآن استزرعت أخذت من عندك 200 ما شاء الله قبل سنتين والآن استزرعته ولو كان دريت أنك تجي اليوم كان صورته وريتك. الله يبيض وجهك واستشارات كثيرة في الواتساب وبيض الله وجهك وجهك أبيض ولنا الشرف والله. أخذنا الشتلات من عندك. نعم. 8 شهور ما شاء الله والآن ما شاء الله لها 2 شهور ما شاء الله. يعني ما شاء الله عندنا المزرعة كلها سدر الحين بري. الله يقويكم الله يقويكم ما شاء الله. هذا السناب حقه. نعم طبعا اللي بيتابع الله مير يحييك. قال لي عسلته وانا اشوفه لكن يقول امرين هو غريب. اول شيء انه منتجه بالقريات. تمام. ولا قريات من المحافظات اللي مشهوره بكثره العسل. ايضا جديد ما بعد تبلور. شفتوا شلون الى الان ما بعد تبلور. كم يقعد عشان يتبلور توقع؟ تقريبا حوالي شهر بالكثير ويبدا بالتبلور. انا من العسال اللي انصح به دائما عسل الاثل له فوائد كثيره جدا طبيه. الاثله اصلا قدره حنا هي تراثنا. انا ودي دائما تحط الاثله مثل ما تحطم خله
يعني رسميا عندنا، مثل ما حطوا لبنان شجرة الأرز تحط لنا لثلة بكل مكان، لأن من الأشجار المقدسة اللي لا تبي ماء تحمل العطش، أغنت خلق، طاب منه خلق، هوايدة ما لها حصر الصراحة. يا هلا ومرحبا، حياك الله، ما شاء الله تبارك الله. مناح النجد للعسل البري، خلاص الناس صارت توجه للعسل البري، البري حقنا حنا، حق ديرتنا وحق منتجاتنا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. ترى الأثل عسل الأثل قريب جدا، ما كان في شيء اسمه عسل أثل، لكن بعد ما دخلوا أهلنا وعيالنا بهالشغلة بدأ يطلع لنا العسال اللي موجودة عندنا وشجرنا الأصلي. تفضل، هذا عسل الأثل منتج من شمال المملكة تحديدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عسل السمر منتج من السمر، ما شاء الله ما شاء الله. نعم هذا عسل الطلح منتج من الطوية والشعبانية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقكم الله يوفقكم. غالية على ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ربي حسن. ما شاء الله تبارك الله، يوفقكم الله يرزقكم. الله يبيض وجهك الله تعالى وتوجيهاتك، استزرعنا الله سبحانه وتعالى ثم توجيهك، الله يبيض وجهك. شكلها سدر من سدر الفياض، ما شاء الله تبارك الله، كلها اخرجت من مشتلكم. ما شاء الله تبارك الله، نشكرك. من هذا على هالكلام انت رقمي عندك، لك 50 شجرة سدر بري موجودة جاهزة بالمشتري. يعني مساعدة من عندي لو جريت انك تجي اليوم كان طلعتك على اللي استزرعناها قبل سنة. الله يقويك، لا لك من عندنا 50 وبرك السعادة والله العظيم. يحسب لك في أعمال. الله يبيض وجهك. ما شاء الله تبارك الله. حالي منطقة تمير. فيصل الفيصل. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، الله يوفقه. أكبر. هذا وش هو؟ هذا الأكبر اللي عنده غدد، حبات الغدد. العكبر. العكبر هذا. نعم. أحسن علاج على وجه الأرض هذا. نعم ما شاء الله. طبيعي لا مستورد ولا شيء. ما شاء الله. نعم. تبارك الله. مستخرجين من النحل. ما شاء الله تبارك الله. كشط البراويز. ما شاء الله ما شاء الله. غدد مع غدد سامي. ما شاء الله يقويكم، الله يوفقكم ويقويكم. ما شاء الله مناحل مونتكم. السلام عليكم. هلا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عندنا عسل السكر من محل العسل. ما شاء الله. العقول اللي مدحها الشيخ الثاني من يومين، وافضل شيء للكلام العقول. العقول طبعا العقول نوعين، في عقول يجي زي اللوبة بذوره، وفي عقول اللي يجي يسمونه شكاعة، اللي يجي شوك. أيه العقول اللي تبغى؟ أرسل لك صورة. أرسل لي صورة وأنا أشوفها هالحين. طبعا العقول الناس بقدر ما تخاف منه إلا أنه فوائد كبيرة جدا جدا. مصنع رطب. وين موقعكم؟ شقرة. شقرة ما شاء الله تبارك الله. أجل عطم فنجان. ما دام انكم من اهل شقرة اعطهم فنجال، نعرفكم اهل طيب وكرم ولا يهونون اهل الديار كلها. اقول لا انت والله تسليمك لنا. الله يرفع قدرك ويعزك. تسلم تسلم. من المشاريع الكثيرة وانتشرت في الآونة الأخيرة مشاريع الأسماك. ما شاء الله تبارك الله. نوريكم بعض اللي احنا نعم البحيرات الذكيه. نعم مشروع الاستزراع في المياه الداخليه العذبه. جميل. عندنا طلع لك سمك الكارب وسمك البلطي. نعم. حاصل على شهاده الجوده من البرنامج الوطني للاستزراع السمك. ما شاء الله تبارك الله. موقعنا العماريه في الرياض. ما شاء الله. عندنا محل في الرياض. طيب ناخذ موجز، كم عدد البراك اللي عندكم تقريبا؟ تقريبا عندنا بالعماريه الان للتربيه فوق 28 28 حوض. حوض هذا للتربية. نعم. وفي 70 حوض للإنتاج. للإنتاج. طيب كم عدد الأنواع اللي أنتم تنتجونها؟ ما في عندنا إلا البلطي والكارب. الكارب. كل المشاريع الاستزراع. نعم. ما عندهم إلا البلطي والكارب. نعم. السلمون الآن تحت الدراسة. ما شاء الله تبارك الله. تذكرون الكربي أو الكارب؟ تذكرون الكارب؟ سنبت مرة أنا بحد البحيرات الكبيرة، ويوم اني رقيت برأس الجبل كانت في بحيرة، كان كثير من الناس يسأل يقول لي ليش
ما به نبات، لأن سمك الكرب يعدم ياكل أي نبات ينبت بوسط المستنقعات. لذلك هو من يعتبر من يعني العلامات الصحية للبيئة اللي هو الكرب. حتى من المشاريع المدعومة من الدولة الآن الأسماك، يعني اللي بيقدم على المشاريع من المشاريع هذه في قروض قوية جدا على مشاريع الأسماك. فرصة والله، الحمد لله عندنا حنا المياه متوفرة جدا، وهي ما تستهلك مياه، وبنفس الوقت المياه حلوة عندنا جدا وعذبة. صراحة أنها فرصة، هذه من المشاريع اللي مستقبلها قوي جدا. ما شاء الله تبارك الله، من ناس من الأصدقاء القديمين زيد الغينال، صاحب نخيل ومشروع ومشتل. يا هلا والله مرحبا، يا هلا والله سهلة. هذا مشتل شبكة ستير الزراعية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. حياك الله يا زيد، وشلونك؟ عساك طيب. مرحبا، سعد مبارك، يبارك بهالوجه، الله يبيض وجهك. والله مرحبا، والله ترى الفضل بعد الله لك. لا بالعكس والله العظيم، لنا الشرف عليك وجزاك الله خير على طول، لنا الشرف والله. والله شكرا. الله يقويكم، هذا من تاج مشاتلكم ولا لا؟ ما شاء الله تبارك الله، مشاتل جمعيه الزراعيه. نعم جمعيه الزراعيه مع ابو عبد الله. انتم شويش، انتم تبع جمعيه ستير الزراعيه؟ ايوه تمام. ما لكم علاقه بجمعيه ستير الخضراء؟ ما لنا علاقه، والله ما لنا عندنا عضويات معهم. ما شاء الله، جمعيه ستير الزراعيه طبعا كل همنا المزارع، كفو، وتجهيز المزارع وتشجيع المزارع على اساس انه يتطور ويزيد. ما شاء الله عندنا خبرات كبيره، وعندنا ان شاء الله موارد طيبه، حتى بدينا نرتب الامور على اساس يعني نشتري منتجات المزارع إن شاء الله ونسوقها. تعرف عملية الماركتينج أو التسويق بالنسبة للزراعة بصفة عامة أو المزارعين متعبة جدا. صحيح. وواجهوا مشاكل في ذلك. جزا الله خير. ولكن الحمد لله إحنا في طور إن شاء الله البدء في الشيء. الله يقويكم، تستاهلون والله. الله يقويكم، الله يقويكم. الله أبو ما شاء الله، يا هلا والله مرحبا. الخضيري للعسل البري. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الله يقويكم، الله يقويكم، ما شاء الله. اللهم كل كله من إنتاج مناحلنا، ما شاء الله، من المملكة العربية السعودية من شمالها إلى جنوبها. الله يقويكم، الله يقويكم. إنتاج هذا السدر الجبلي، السدر الجبلي من جنوب المملكة، من جنوب المملكة. نعم، وهذا السلم، السلم مع زهور الربيع. هذا السدر البري ما شاء الله من بياض الشمال من محمية الإمام تركي، وهذا ما شاء الله محمية الإمام تركي. طبعا عندنا مشروع كبير به، بس عشان وهذا الطلح النجدي، وهذا الطلح النجدي من وين؟ من منطقة ستير. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقكم، الله يوفقكم ويرزقكم من واسع فضله. الله يجزاك خير. من أكثر العثرات اللي توقف وجيهنا كمسوقين التوصيل. فالبريد السعودي الحمد لله اليوم يا هلا يا مرحبا يا هلا وسهلا حياك الله. اليوم احنا هنا في معرض التمور محافظة المجمعة. نعم. نستهدف طال عمرك اننا نوصل للمزارعين والمصانع واصحاب العسل للناس في كافة انحاء المملكة. نعم. كأكثر انتشارا وخلال 3 أيام توصيل. الله يسلمك. الان الباقة هذه عندنا فيها هي عبارة عن باقة 20 شحنة. الشحنة الواحدة تطلع عليك ب 27 ريال تقريبا. الشحنة الواحدة ب 27 ريال، حيث انك طال عمرك عن طريق الموقع تدخل تحط اسم المرسل اليه وبياناته وينطبع لك باركود تسلمها لاقرب مكتب بريد، حيث طال عمرك خلال 3 أيام تكون واصل للعميل كافة انحاء المملكة. طيب هل لو بغينا تبريد موجود عندكم؟ عندنا تكييف. تكييف؟ تكييف مكيفة، بس انه مو من برا. نعم. معين تبريد عندكم؟ ايه. عندنا لها برنامج خاص. طيب مثل التمور المجمدة كيف عندكم برنامج لها؟ هذه نقدر نوصل للشخص حسب تكلفتها طبعا عن التكلفة هذه. ايه. الباقة هذه ب 27 ريال داخل المملكة خلال 3 أيام وصيب، تعتبر بريد ممتاز. البريد الممتاز ب 75 ريال الشحنة الواحدة.
واحدة تصير ب 27. أنا عندي يومياً أقل شيء من 100-150 شحنة. كيف طيب؟ كيف عقد الشراكة معكم؟ كيف أنت أنت بعدد الشحنات اللي تبغاها؟ نعم. تسوي لك الباقة. نعم. ويختلف السعر إذا كان عندك. في موقع بهالموضوع هذا؟ عندنا السبل أونلاين اللي هو عن طريق جوجل سبل أو تطبيق سبل أونلاين عن طريق المتجر. ما شاء الله تبارك الله. طيب الآن فهمت وأنت الوضع متابعين الكرام. هذا العرض الخاص فينا مكتب المجمع. أيوة. عندنا جوال الأخ عبد العزيز اليوسف للتواصل وأي استفسار. ممتاز جدا. شرفتنا طال عمرك. نبي نشوف عاد حنا وش وضعنا معكم. إن شاء الله.